ألو، هلا ريم، كيفك؟ تمام. وانت كيفك؟ تمام. بدي أسألك شو صار معك في المحاضرة؟ بكرة بجيب لك اياها معي. طيب أوكي، تدير بالك على حالك، بكرة بشوفك. ماشي نمرو. وانت كمان. يلا باي باي. باي باي. عشت كل حياتي عم بنطر، استنيت كتير وصبرت كتير، كنت ناطر كلمة واحدة بس، بحبك. يا ترى رح يجي يوم واسمعها؟ يا ترى ممكن تبادلني المشاعر هي كمان؟ ما بعرف، خايف ما يكون بدها، خايف خبرها اني بحبها وبلحظة يجرحني ردها. فيكن تقولوا كنا رفقة، هي معي بنفس الكلية، بستعير محاضراتها بس مو كرمال المحاضرة، كرمال أحضن المحاضرة لأن لمستها، حس أني لامس شي بخصة، شي إلها، شو ما كان مو مهم. ما بعرف ليش هيك، بس جد هيك الحب. حتى مرة كنا سوا بالمقصف مع رفقاتنا، وصار وقت نمشي، تركت محرمتها على الطاولة، سحبتها بدون ما حدا ينتبه، خبيتها بجيبتي، وبس وصلت على البيت صرت شمها وضمها. حاول اتخيل، حاول احلم، واتمنى انه يجي يوم وتحبني. وتاني يوم رحت على الجامعة، شفتها وسلمت عليها. آسف تأخرت عليكي بالمحاضرة. لا عادي ولا يهمك، طالعة كتير حلوة على فكرة. نظاراتك الحلوين. هبلة، طلعت لك. ايه بسيطة، انا بفرجيكي. ايه ماشي ماشي، كأننا تأخرنا عن المحاضرة. ما ايه صح، معك حق، خلينا نمشي. فتنا على المحاضرة وقعدت جنبها مثل كل مرة، وطبعا ما كنت مركز بشي اسمه دكتور. مرق الوقت وانا عم بتطلع فيها، وهي طبعا مدموجة وعم تكتب وتنتبه، وانا ولا هو سرحان فيها. وفجأة قصي. نعم دكتور. المحاضرة عندي على فكرة. بعرف بعرف دكتور. هاش تطلع بزميلتك وانتبه لعندي، مفهوم؟ بس أنا مالي مضطر روح من وقت الطلاب، ما بدك تنتبه لا تحضر. بهي اللحظة خجلت، فتت بالحيط، شو عم يحكي هاد؟ يمكن أنا زودتها، بس الشي اللي ضايقني نظرات ريم، طلعت فيني، حسيت أشكك بشي أو ما بعرف، كان موقف لا أحسد علي أبدا. حملت حالي وطلعت من القاعة، وبعد شوي خلصت المحاضرة وريم إجت لعندي وحاكتني. كانت عم تطلع فيني؟ بوقتها سكتت، تلبكت شو إلا قصي. ليش ما عم ترد؟ لا بس كنت شارد شوي. ما جاوبتني على سؤالي. بدك تعرفي الجواب؟ ايه كنت عم بتطلع فيكي. ليش؟ ممنوع يعني؟ آسف، عن جد شكلي أزعجتك. باي. قصاي قصاي، لك وين رايح؟ شبك؟ رد علي. كتير اتضايقت، كنت محرج، وسؤالها ما كان وقته أبدا. مشيت مع أنها نادتني كتير، بس ما قدرت أرجع، خفت تنزل مني دمعة تفضح كل شي بقلبي. خفت عليها مني وخفت منها كتير، خفت اخسرها، اخسرها كرفيقة وما عود تشوفها، خفت تبعد ما بدي تعرف، وبنفس الوقت النار عم تاكلني من جوا، خصوصي لما بتخيل
انه ممكن حدا ياخدها غيري، بس يا ترى قلبه وين ومع مين؟ ما عرفت الجواب لهلا. رجعت على البيت، فتت على غرفتي، ما قدرت، كيت ضايقت من الموقف، ما قدرت انسى نظرات ريم ولا نظرات رفقاتنا بالجامعة، وهاد اكتر شي ضايقني. بس خلص صار لازم احكي. مسكت الموبايل لاتصل فيها، وفاجأتني بنفس اللحظة هي اتصلت. رديت: كيفك؟ انا منيح، وانتي؟ انا منيحة، اتصلت لأعتذر منك، يمكن ضايقتك اليوم. لا ما تعتذري ولا شي، انا يلي بعتذر. قصي انت مخبي عني شي؟ ما بعرف شو بك قصي، قول شوفي.